ذاك عم حنفي. نعم. الله، مش عم حنفي المخبر برضو؟ أنا لا اسمي حنفي ولا أنا مخبر، أنا شحات أداري وعلى باب الله. ده أنا حتى ما كلتش بقالي 3 أيام، وأنت عارف يعني كده بقى. يعني كده بقى يعني حنفي بالروس عطية، ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع، ومخبر في اسمه بلاد دكرور، رقم البطاقة 0150201. يا نهار اسود. ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خربوها حتى على الدكتور، خربوها حتى انت. فرندا لنحن وصلي، والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. عم فوزي، عم فوزي، عم فوزي، عم فوزي، صباح الخير عم فوزي. صباح النور يا ابني. يلا لقمة لقمة هنية تكفي 300. نعرف ان انت وحداني في قلب المغاره اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقى لي اسبوع ما اكلتش. انت ولادك خلاص ما بيقولوش يسالوا عليك خالص كده، ولا تليفونات ولا اي حاجه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اطفح بالهنا والشفا. يا زبطي انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين اللي قال ايه؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل مرات انا؟ يا نهار اسود. يا دكتور شواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده، ها، وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك، والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره. لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصلت في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده علي حصل تاني يعني؟ ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه يا نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي. قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه. اللهم صل على الاستاذ. جه اهو يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انا يعني ايه اشرف؟ لا انزل بقى، غريبه قوي. اوعى الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يلا ولا اعرف انا باخد. اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله المؤاخذه اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا كل خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترافع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترافع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟
بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانة تروح قافش مني مياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حل. المهم يلا، انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عد يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ قال لي ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم، يعني هو يعني في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة وتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا ابني متهم في قضية اغتصاب. هو متهمينه في قضية اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا ده الأكبر ابني برقبتي، ده دور عاملاه البنت وأهلها طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنى بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين. يلا بابا. الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة ابو حديدة. الدوار ده ملك احنا بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد. ايوه. وقال انا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني. انا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة ابو حديدة اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه. وهب قامت العركة. اوبا. امال ايه؟ انا بعد ما قال اللي يعرف يضربطني يضربطني. وقع فيها حنجل ابو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزلطني يضربطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي ايوه. قدام مين؟ ايوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة ابو حديدة. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فهمان. اخد ياخد الاكل وراح اقعد. قعدنا. ما انتش فهمان حاجه. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. لا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟
لا موجودة في الدوار. في الدوار عنديهم هناك. خبير ايه. طيب هو قول لي حاجة. انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو. طب واسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملط. ومن واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج. راح فين انت؟ لا ابدا اصل انا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج. مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحدايده. طب ولا يجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان. $22,750,018 باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ لا حسبتها كيف ده وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك شيك مرصفي ب$10 مليون. وخد بالك خد بالك يا حاج مفيش وقت. خلاص الوقت قزح. والوقت كان قزح. إلا أن تقزحه قزحك. مش هتروح تجيب محامي محنك زي إيه. فإحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق على خيرة الله. يبقى إحنا كده بقى نبتدي التنفيذ. دلوقتي احنا داخلين على معركة قوية جدا. داخلين على اعداء الوطن. واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم. فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. اقوم وراي انا. خير يا بيه؟ في ايه؟ من صاحب الدوار ده؟ ده دوار الحدايدة يا بيه وانا كبيرهم. انت كبير الحدايدة؟ ايوه يا بيه. اتنشروا اتنشروا طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايدة ها؟ مصر الجديدة معلومة ليه دلوقتي؟ دي دبانة موتها بتضايقني. تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل قصر عابدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح وبجرة. مش سامع. مخدرات وسلاح وبجرة. اخيرا وقعت يا ابو حديده. هتاخد حكم مش اقل من 20 سنة قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاولة القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده. تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكم انا كنت ممكن اخرجك من القضية كلها. انما للاسف
القضيه لبسك لبسك يا ابو حديده. نفسي الاقي بس كده حاجه تقول ان ده مش بيتكم. معلش انا اسف ابو حديده. هاتوا يا بيه البيت ده بيت عيله وحدان. يا بيه اللي يثبت يا ابو حديده الحجج يا ولد منك له الحجج. اه فين الحجج ده؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. قال فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده. ده انا حوزه وحدان ده في ده. يا بيه يا لهوي على ليله وحدان السوداء. يلا رجاله بينا بينا على وحدان. جيبوا اللي يلا اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقونه، فيصبح القتل دفاعا عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى، وأترك لعدالتكم الحكم. وشكرا سيادة الرئيس. وبعد الاطلاع على أوراق الدعوة ومستنداتها، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة. الله أكبر.